الشرطة الإسرائيلية تعلن سبب وفاة السفير الصيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالت الشرطة الإسرائيلية ليل الأحد أن السفير الصيني الذي وجد ميتا في منزله توفي نتيجة سكتة قلبية، لكن بدا أن الإعلام لم يكن كافيا لبكين التي قررت إرسال فريق تحقيق إلى إسرائيل. وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت الأحد العثور على السفير الصيني دو وي 58 عاما ميتا في شقته بضاحية هارتسلا شمالي تل أبيب. وفتحت الشرطة تحقيقا في الوفاة رغم أنها قالت في بداية الأمر أن لا دليل على وقوع حادث متعمد. وحسبما أوردت صحيفة هارتس الإسرائيلية فقد قدر الخبراء الطبيون أن السفير توفي أثناء نومه نتيجة سكتة قلبية. وعين الدبلوماسي لدى تل أبيب في أواخر فبراير الماضي أي قبل 3 أشهر، وكان يعيش في إسرائيل بمفرده في منزله فيما زوجته وابنه يعيشان في الصين. وقد ذهبت التكهنات ونظريات المؤامرة في وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن هناك مؤامرات حول مقتل أو وفاة السفير الصيني. السلام عليكم ورحمة الله.